عقب التعاقد مع الصربي لوكا يوفيتش من فرانكفورت الألمانية مقابل ما يقرب من 65 مليون يورو، قبل أن يعلن عن ضربته الكبرى في سوق الانتقالات بضم البلجيكي إيدن هازارد من تشيلسي بعد مفاوضات ماراثونية مقابل ما يقرب من 140 مليون يورو. ضم ريال مدريد رسميا حتى الآن 4 لاعبين، هم المدافع البرازيلي ميليتاو والجناح البرازيلي رودريجو، بالإضافة للثنائي لوكا يوفيتش وإيدن هازارد، مع حسم صفقة هازارد مقابل 100 مليون يورو، بالإضافة إلى 47 مليون يورو كحوافز وفقاً لأداء اللاعب البلجيكي مع الفريق الملكي في المواسم المقبلة، فيما يواصل الفريق سعيه لتدعيم الصفوف بالاقتراب من الظهير الأيسر فرلاند ماندي لاعب ليون الفرنسي، باستثناء الصفقات التي حسمت منذ فترة طويلة مثل الهولندي فرانك دي يونغ الذي انضم لصفوف برشلونة الإسباني من أياكس الهولندي، كما انضم الأمريكي كريستيان بوليسيتش لفريق تشيلسي الإنجليزي قادما من بروسيا دورتموند الألماني. موسم انتقالات ساخن على كافة الأصعدة لم يبدأ رسميا بعد، وشهد انفاق ما يقرب من 500 مليون يورو، انفق منها ريال مدريد بمفرده ما يقرب من 225 مليون يورو لتقرع طبول معركة الموسم الجديد مبكرا بين كبار أوروبا.